أثار أيمن عبد العزيز المدرب المساعد السابق بالمنتخب الجدل بعد تصريحه بأن التكتيكات في كرة القدم لا تمثل أكتر من 10%. والسؤال هنا، هل في أي مدرب عالمي اتكلم عن فكرة التكتيك؟ ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس اتكلم سنة 2019 بعد فترته الأولى مع اليوفي، وفي الموسم ده سجل رونالدو 28 جول في كل البطولات. أليجري قال إن الطريقة الوحيدة للحصول على أفضل ما لدى رونالدو واللعيبة الكبار إنك تمنحهم الفرصة عشان يتصرفوا بالكورة كيفما يشاءوا، وإن الكورة لما توصل ليهم كل اللي عليك إن يكون بقية اللعيبة في وضع يسمح بوصول الكورة ليهم. أليجري شايف إن اللعيبة الكبار مجرد ما يمتلكوا الكورة يقدروا يقرروا هيعملوا بيها إيه، لأن كرة القدم فن. مدرب اليوفي شايف كمان إن دخول التكنولوجيا بيؤثر على حكم المدربين، وإن الناس بقت تخلي كرة القدم علم دقيق، وإن إذا فعلاً تم تحويل كل شيء لمميكن فمش هيكون عندك لعيبة مفكرة. أليجري ضرب مثال ساخر وقال اللعيبة بالشكل ده لو متعودين يخرجوا من باب والباب ده اتقفل هيخبطوا في حيطة، إنما لو متعودين على التفكير بنفسهم هيحاولوا يوجدوا حل وطريقة للخروج. مدرب تاني وهو كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بعد الخسارة في الجولة السابعة من أتلتيكو مدريد قال إنه ما بيتدخلش في قرارات اللعيبة لما تكون الكرة معاهم. ووجه أنشيلوتي رسالة للمدربين الصغيرين بينصحهم فيها بعدم المبالغة في التدخل في تفاصيل الملعب، لأن بيأيد اللعيبة ويمنعهم من إظهار قدراتهم، واعتبر ده خطأ كبير لمدربين الجدد. أنشيلوتي شايف إن اللعيبة محتاجين التركيز والتضحية بدون كورة، إنما لو معاك الكورة الأمر محتاج إبداع. وقال مش هقول لكل لاعب المفروض يعمل إيه بالكورة، سيبه يهاجم وفقاً لفهمه للكورة علشان محرموش من الإبداع. أنت بقى قول لنا إيه رأيك في التكتيك وكلام أيمن عبد العزيز.